فكرة المحاضرات بالفيديو. مفيش شك طبعا ان مستر فايلر اجتمع او بيجتمع باستمرار مع جهازه المعاون قبل كل مباراة، لكن خاصة بنتكلم على مباراة حرس الحدود، يعني اكيد في اجتماعات واكيد في مناقشات واكيد في تحضيرات كبيرة جدا من جانب الجهاز الفني والاداري. طيب تعالوا نقرب اكتر من ملعب مختار التتش واخر استعدادات النادي الاهلي قبل مواجهه حرس الحدود بكره، ونروح للزميل العزيز كريم احمد علشان نطمن منه ونعرف منه اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. يا كريم برحب بيك. مساء الخير عليك يا زميلي عمر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. طمنا اخر الاخبار ايه؟ والله يا عمر يمكن الحمد لله يعني بنطمن كل الجمهور على الحاله المعنويه، الحاله البدنيه، الحاله الفنيه لكل لعيبه النادي الاهلي. يعني الروح المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، بحوطها طبعا التركيز الكبير والاصرار ان شاء الله على الفتره اللي جايه كلها انتصارات لفريق النادي الاهلي واسعاد جمهور النادي الاهلي. انت عارف محمد طبعا يعني كل المباريات لا تقل اهميه عن المباراه ما قبلها، يعني مباراه دجله زي ما شفنا ترتيبه كان اخر الدوري لكن عمل مباراه جيده جدا، لكن استطاع النادي الاهلي بالخبره وبشخصيه النادي الاهلي ان هو يحقق 3 نقاط مهمين. مباراه الحرس اكيد لها استعدادات خاصه للاعبين. يعني قبل ما اكلمك على التمرين محمد النهارده نقدر نقول كان في تدريبين، تدريب صباحي للاعبين المستبعدين عن هذه المباراه هكلمك عليه شويه لان عايزين نطمن الجمهور على 2 من اهم اللعيبه اللي ان شاء الله باذن الله يفرقوا مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا الفتره القادمه، وهو محمود متولي وعلي معلول. يمكن النهارده كنت متابع التدريب ظهروا بشكل طيب جدا ومميز جدا، يعني نقدر نقول ان خلاص يعني الشفاء اكتمل بنسبه كبيره لعلي معلول الفني، والتحفظ على ان هو يكون متواجد في مباراه الغد دي رؤيه فنيه طبعا، وزي ما اكدنا وقلنا يمكن الجهاز الطبي والجهاز الفني بيحاول ان في تاني بشكل كبير جدا على كل اللعيبه اللي بتكون راجعه من الاصابات. ايضا كمان ينضم له محمود متولي. كان في تقسيم النهارده في منتصف الملعب لان العدد كان قليل، يعني نقدر نقول 8 لاعبين يا عمر هم اللي استبعدوا من قائمه اليوم اللي لسه ما خرجتش القائمه، لكن يعني مع اللي احنا نقدر نقول ونقدر نستنتج قائمه مباراه اليوم. يعني علي معلول النهارده كان متواجد، جيرالدو، صالح جمعه، صلاح، محسن، عمار، حمدي، حسين السيد، محمود متولي، والناشئ محمد عبد المنعم. ده كان التدريب الصباحي لفريق النادي الاهلي، لكن كالعاده طبعا يعني التدريب الاخير بيكون بتمام الساعه 4 عصرا ومنها الى معسكر مغلق. انطلق المران بمحاضره فيديو داخل كرة في قلع ملابس لفريق النادي الاهلي. مستر نيل فايلر يعني هو مميز جدا الحقيقه عمر في الفتره اللي فاتت في التحليل، وفي ايضا كمان الوقوف على نقاط القوه والضعف، وشفناها في اكثر من مباراه. بنشوف بعض اللعيبه ما بتكونش في اماكنها لكن بيبقى ليها مهام وواجبات مهمه جدا، بيكون اللاعب متالق بعد تنفيذ المهام اللي بيقوم بها مستر نيل فايلر في التدريبات، في تصحيح الاخطاء عقب المحاضره مباشره كالعاده 15 دقيقه بدني لاشراف طبعا توماس يمكن مخطط الاحمال، ثم مباشره التكتيك والجمل التكتيكيه والكرات الثابته والكرات العرضيه وكل الامور الخاصه بالتكتيك اللي حاول مستر نيل فايلر النهارده ان هو يوصله للاعبين. كل الامور يا محمد يا عمر ان شاء الله يمكن تصب في مصلحه النادي الاهلي باذن الله غدا في مباراه استاد القاهره امام حرس الحدود. الكل مركز، الكل جاهز، ينقصنا التوفيق ان شاء الله زميلي عمر في مباراه الغد، ويستطيع النادي الاهلي ان يستمر في اسعاد الجماهير وحصد نقاط تساعده بشكل كبير جدا في الحفاظ على صداره بطوله الدوري العام. كريم بشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته واللي وضحته لكل الساده المشاهدين من اخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي لمباراته في الجوله الثامنه